اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. وقف، تولد هنا يا واكلهم. يا اهلا وسهلا. كم 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 يلا شي انت شي بالك يا خواجه. الشيح ده انا مع الفرصه مع كرباج. الشيح داكم بتاخد ام او از او ار. ما قول لي انت حاجز ولا جاي على السيره؟ ومن عائله مين انت اساسا؟ وات الوتاوتي الوتاوتي اجدعناء. واتس يور نيمك يا خواجه؟ هاري جاكسون. هاري جاك، هاري جاك، هاري yes. بوتر، هاري كين، هاري اب يا ايهم انجز. هاري جاك، هاري جاك، ويلكم ويلكم. اتفضل يا خواجه اتفضل. كل سنه وانت طيب. هابي بيرثداي تو يو. بكشيش. سياح بلدنا، ما حدش يخش في الغريق. اللي هيخش في الغريق هنديله المقشف يمسك السلك عريان. وخلي بالكم المايه شفافه، يعني اللي هيعمل حاجه هيبقى فيه بقعه صفرا حواليه فهنعرفه. واخر حاجه، ممنوع نعوم كلابي عشان ممنوع اصطحاب الحيوانات. انا قلت اهو. انت يا زفت عترة، تعال هنا. ايه يا ده الدراما وقله الادب دي؟ ليه ادرسك مع الزبانك دي؟ خليك لذيذ عشان يظبطوك في التبس. دول اجانب فئه سي، ما بيدفعوش حاجه. وبعدين انا بشوف شغلي، اروح الناس مش لعبه. اروح اللي مش لعبه، ايش حال البسين لعبه؟ طوله 40 سنتي، يعني لو عيل غرق اخوه الصغير هيدي ينقذه بسهوله. سيبنا اشوف شغلي. صح يا عيال، ما حدش يفتح هنا في الميه. ايوه يا جماعه، عشان الكلور. كحول. انت حاطط كحول؟ ما هو مطهر اقوى من الكلور. وايه اللي ملبسك الفلوتك دي؟ انت ممكن زياد ولا فتوه في كباريه. ايه ده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ يا ست البسي حاجه حشمه، اطلعي البسي جلابيه وانزلي. سوري هيز كريزي بوي، انت متعفن يا ده. اجانب هيلبسوا دلاليب. دي تعليمات ابوي. وبعدين اساسا تنزل هنا ليه؟ ايه المايه قطعه عندكم؟ مش قطعه يا ده، بس هناك المايه زي التلج، يعني الحنفيه كيف الايس ميكر. ما هتنزلش بالمايوه ده. دي مش مايو، دي كاش مايو. يا لئيمه، يعني معاكي كاش اهو. اصلها جت من شويه بتحاسبني قالت لي معيش غير فيزا. لئيمه. ايوه لئيمه، وانت بهيمه. امشي اشوف شغلك، روح بدل ما غرقك. سوري سوري. هلو ويلكم ويلكم. اوردر مي. يس هير از ذا دايفينج سنتر. دايفينج؟ يس اوف كورس. اي ام دايفينج، اي ام مانجر اوف دايفينج. احنا هنا بنعمل رحلات غطس كل يوم، بننزل الترعه نشوف الشعب والبلهارسيا، وكمان بنشوف الضرار الغرقان من ايام حرب الفراوله. محمود حميده، سيبك من اللي انا كل دوتي. دايفينج $500. $500؟ يس يس. اوكي ويز يو؟ يس يس يس. اوكي اوكي، برينج يور فريندز. يس كمان كمان، تيك اوف يور كلوزز. يا مساء الفروت اند السويت، في مكان في قلبك ولا كومبليت؟ بقول لك انا كنت عامل اوفرك ده، جلسه ريكفري اند مساج زيت وليمون. لا مساج زيت وليمون. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ هتقعد ساعة تيجي ما تخلص. هاجي ازاي؟ ايه الاوفر اللي كنت مديهولها؟ جلسة مساج زيت وليمون. انت بتشقط رنجاية؟ انت بتقول ايه يلا؟ طب اقول لك على حاجة، ما جربتش تقطع عليها بطاطس وتتبلها وتدخلها الساونا؟ والف هنا وشفا على قلبي. انت دايس في اي بطروخ. انت ما بتعتقش، متحرش. متحرش يا مح. الله العظيم، وايه الطقم اللي انت لابسه ده؟ مش فاهم انا. طفل طفل ولابس بامبرز جوه ولا حرامي من عصابه القناع الاسود بتاع بطوط؟ انت عايز ايه؟ متبرجل مش فاهم لك سكه، امسك لك سكه، يعني تشيل الشنب وتحط التتينه وتكمل وتغير البامبرز اللي جوه لان ريحته فاحت، يا اما تكمل بقى دوجلاس وتلبس قميص وبنطلون من وسط البلد ولا حاجه. تحرش؟ اقول لك ايه؟ وانت تعرف ايه انت عن الاجانب؟ ايه؟ ثانيه واحده، بغض النظر عن لوني وتاريخي، انا اسمي جوني. جوني؟ هاخد نصيحة من واحد اسمه نفادي؟ بص يا جوني، الأجانب دول يصحوا الصبح يقولوا احنا هنعملوا ايه حرام النهارده؟ ده كفار قريش، ده مسلسلات بتشوفها. يبقى رايح شغله عادي الراجل، يقابل واحدة في المترو، يروح بيها يخلفوا أول عيل، بعد خمس ست عيال تقول له أنت مش هتشرب الكافي مع دادي؟ يروح لأبوها، أبوها يقول له البنت لسه صغيرة،
هو خلاص معاهم زد عيال لا 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 لا, 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 لا يا ابني يا ابني دي افكار سامجه وقصص خيبانه مش حقيقيه بالمره غلط يا حبيبي هناك اصلا الدنيا يعني بشر عادي زينا بيغيروا عندهم عائلات امهات ابوا ايوه يغيروا طيب انت صح انت صح يا ابني انا عارف الافكار دي كويس ما هدرس عندي ما بيقول لي الاجانب عادي وقشطه يعني ما هم قشطه فعلا والدنيا حلوه لا طبعا دي افكار سيطرت مش حقيقيه يا ابني خد التقيله البيتزا بوي بيقدم بيتزا ويمشي بس سلام بس بيتزا بوي يقدم بيتزا ويمشي ده فين ده ماشي كمل دكتور ماله هتودي له صاحبتك هيعالجها بس ويمشيها بس ما بيعالج بس هلا هو على دماغك كمل كمل المدرسة مالها بتدرس بس وبتقبض اخر شهر تعمل كده الحمد لله دي مدرسة من العمرية دي في وسط المانيا عادي وسط المانيا والسباك بيغير كوع الحنفية ويمشي ما يبصش على اي واحدة في البيت عادي اذا كان السباك اللي عندنا بيبص عليها وهو ماشي انت اي حد هيبص عادي لبسك غريب يا جوني يا جن الأجانب دول جايبين من الآخر دول بيلبسوا كت عشان العبد لله يخليه أنكت يا السلام أيها مستني لك أنت سايبين البيتزا بوي وسايبين الدكتور أبو عين زرقة وجايين لك أنت أيوة هم بيحبوا المصريين أنت لا تمثلهم في شيء أنت أدوب تمثل المريخ أقول لك إيه؟ إيه؟ أنا ما نسيتش اللي أنت عملته اسمه تحرش وحعاقبك عليه أنت عارف دي الغلطة كام ليك؟ الكام؟ الأولى طب ما حلو لسه فاضل التانية والتالتة وبعدين تكفش لو أنا خالك وبشغلك في سوبر ماركت بتاعي قسم البسترمة إنما لا ده أوتيل محترم أنا أصلا بكرهك وهتلكك لك وهمشيك بقول لك إيه أنا عندي كلاس يوجا محتاجني معايا أرجع عليك قالح أيوة فهمت لا أنت فهمت غلط أنت فهمت حرفي وتكون لابس حاجة محترمة يوجا يا ساتر يا رب على ده انسان يا حسن تعال شوف الناس دي انت عايز ايه وي وونت دبل روم ما انت بقالك 9 سنين بتقول لك دي مهني لو فاهم انت بتقول ايه كنت جاوبتك دو يو سبيك انجلش بقول لك ايه انا ما بكلمش حاليا العب انت في الجرس وي وونت دبل روم يا ابني ما انت عمال تقول لك دي انا مش فاهم طب فصصها لي واحده واحده يعني قول لي ون ون وي بس خلاص فهمتك طب ما بقولك ده من الصبح سهلة يا أخي اتفضل اتكلم براحتك الباقة اكسترية يور ستيوبيد عفو على ايه